بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا تمرين صحيح ديال التمرين 30 لكتاب مدرسي خاص بالمتطابقات العامة. المتطابقات العامة اللي كنعرفو هو عندنا A زائد B أس 2، فهي كتساوي A أس 2 زائد 2 ضارب A ضارب A زائد B أس 2. عندنا المتطابقة الثانية A ناقص B أس 2 تساوي A أس 2 ناقص 2 ضارب A ضارب B زائد B أس 2. عندنا المتطابقة الثالثة A زائد B عامل A ناقص B تساوي A أس 2 ناقص B أس 2. إذن إذا جينا للمثال، عندنا ج مربع 3 ناقص ج مربع ج مربع 5 ناقص ج مربع 3 أس 2. اللي كلعبنا الدور ديال A هو ج مربع 5، اللي كلعب الدور ديال B هو ج مربع 3. فيما كاين A غادي نعوضها بج مربع 5، فيما كاين B هنا غادي نعوضها بج مربع 3. إذا هنا غتعطينا هي ج مربع 5 أس 2 ناقص، هي ناقص 2 ضارب ج مربع 5 ضارب ج مربع 3 زائد ج مربع 3 أس 2. ج مربع 5 أس 2 عندنا ج مربع A أس 2 تساوي ج مربع A أس 2 كتساوي ج مربع أس 2 كتساوي A. إذا عندنا قاعدة، إذا عندنا ج مربع 5 أس 2 هي 5 ناقص 2 ج مربع 5 ضارب ج مربع 5 ضارب ج مربع 3 هي ج مربع 5 ضارب 3. لأن نفس الجد كندخلو الجدا زائد ج مربع 3 أس 2 هي 3. إذا غادي نجمعو 5 زائد 3 ناقص 2، 5 في 3 هي 15 هي 2 ج مربع 15. 5 زائد 3 هي 8 ناقص 2 ج مربع 15. وهنا كنحتفظو بها، ميمكنناش نجمعو لأن ما عندناش ج مربع 15 هنا، إذا غنحتفظو بها. ثم عندنا العملية الثانية ب تساوي ج مربع 3 ناقص 2 أس 2. نفس الشيء اللي كنلعب من الدور ديال هو ج مربع 3، اللي كنلعب من الدور ديال بي هو 2. إذا غتعطينا هي ج مربع 3 أس 2 ناقص 2 ضارب ج مربع 3 ضارب 2 زائد 2 أس 2. مربع 3 أس 2 هي 3 ناقص، هنا غادي ندير تغيير الترتيب لأن ميمكنش ندخل الجذر، لأن ما عندناش الجذر خورنا باش نديرو 2 ضارب 3. أنا غادي ندير تبادل بأن الضرب تبادل، إذا هي 2 ضارب 2 ضارب ج مربع 3، 2 أس 2 هي 4. نجيبو 3 حدا 4، إذا 3 زائد 4 نحولها بالإشارة تسبقوها، ناقص 2 في 2 هي 4، ج مربع 3 هي ج مربع 3 تساوي 7 ناقص 4 ج مربع 3. ثم عندنا العملية سي تساوي ج مربع 2 زائد 3 بين قوسين أس 2. نفس الشيء هنا، اللي كلعبنا الدور ديال أ في هاد الحالة هو ج مربع 2، اللي كلعبنا الدور ديال بي هو 3. إذا النشر ديالها هو أ أس 2 زائد 2 ضارب أ ضارب بي زائد بي أس 2. إذا هنا غتعطينا هو ج مربع 2 بين قوسين أس 2 زائد 2 ضارب ج مربع 2 ضارب 3 زائد 3 أس 2. ج مربع 2 أس 2 هي 2 زائد، هنا نفس الشيء ج مربع 2 ضارب 3. هنا راه ميمكنش ندخلو، معندناش ج مربع، غنديرو تغيير ترتيب العوامل ضارب ج مربع 2 زائد 3 أس 2 هي 9. نغيرو ترتيب الحدود اللي عندهم نفس العدد اللي كنحطو، زائد 9 زائد 2 ضارب 3 هي 6 ضارب ج مربع 2 هي 2 ج مربع 6 ج مربع 2. 2 زائد 9 هي 11 زائد 6 ج مربع 2، وهنا كنخلوها هكا لأن ما عندناش شي ج مربع 2 غير هنا. ثم غادي نشوفو الحالة الثالثة، عندنا مثلا دي تساوي 1 زائد 2 ج مربع 3، 2 ج مربع 3 بين قوسين أس 2. نفس الشيء اللي كان الدور ديال A هو 1، اللي كان الدور ديال B هو 2. إذا غتعطينا هي 1 أس 2 زائد 2 ضارب 1 ضارب 2 ج مربع 3 زائد
اثنان جد مربع ثلاثة، هنا ضروري نديرو الأقواس، واحد وستين هي واحد، زائد جوج ضارب واحد ضارب جوج هي أربعة، هي أربعة جد مربع ثلاثة، زائد هنا اثنان جد مربع ثلاثة، هنا راه هي هادي أ ضارب ب أس اثنان، هي أ أس اثنان ضارب ب أس اثنان، بحال بحال هنا القوى. إذا غادتينا هي اثنان أس اثنان ضارب جد مربع ثلاثة أس اثنان، ندير التفكيك باش نتفهمو صافي. إذا واحد زائد أربعة جد مربع ثلاثة زائد أس اثنان هي أربعة ضارب ثلاثة أس اثنان هي ثلاثة. إذا غادتينا هي واحد زائد أربعة جد مربع ثلاثة، أربعة في ثلاثة هي 12، ونغيرو الترتيب. إذا واحد زائد 12 زائد أربعة جد مربع ثلاثة، واحد زائد 12 هي 13 زائد أربعة جد مربع ثلاثة. أنا ممكنش نجمعو 13 زائد أربعة، لأن أربعة هي سبعة لهنا، لأن خدينا أربعة جد مربع ثلاثة هي جد مربع ثلاثة زائد جد مربع ثلاثة زائد جد مربع ثلاثة زائد جد مربع ثلاثة. إذا ندور بال مزيان. ثم عندنا العملية الأخرى، وتساوي جد مربع اثنان ناقص، أو جد مربع خمسة عفوا، ناقص اثنان عامل لجد مربع خمسة زائد اثنان. هنا عندنا المتطابقة الثالثة، هذه سهلة، أ ناقص ب عامل لأ زائد ب، فهي كتساوي أ أس اثنان ناقص عفوا ناقص ب أس اثنان. العدد اللي كيبنى الدور ديال أ هو جد مربع خمسة، العدد اللي كيبنى الدور ديال ب هو اثنان. إذا غادي هي جد مربع خمسة هنا قوسين أس اثنان ناقص اثنان أس اثنان، جد مربع خمسة أس اثنان هي خمسة ناقص اثنان أس اثنان هي أربعة، تساوي خمسة ناقص أربعة هي واحد. ثم عندنا العملية الموالية، إف تساوي أربعة جد مربع سبعة، أربعة جد مربع سبعة ناقص ثلاثة بين قوسين أس اثنان، تساوي إذا أ ناقص ب أس اثنان هي أ أس اثنان ناقص اثنان ب زائد ب أس اثنان. إذا غادتنا هي أربعة جد مربع سبعة بين قوسين أس اثنان ناقص اثنان ضارب أربعة جد مربع سبعة ضارب ثلاثة ناقص لا زائد عفوا زائد ثلاثة أس اثنان. نفس الشيء كما قلنا، إذا غادي هي أربعة أس اثنان ضارب جد مربع سبعة أس اثنان ناقص جوج في أربعة هي تمانية، إذا غادي هي تمانية نجي نحولو هذه هنا، إذا غادي هي اثنان ضارب ثلاثة ضارب أربعة جد مربع سبعة ضارب جد مربع سبعة زائد ثلاثة أس اثنان هي تسعة. إذا غادي أربعة أس اثنان هي 16 ضارب 7 ناقص 2 في 3 هي 6 في 4 هي 24 جد مربع 7 زائد 9. 7 في 6، 7 في 6 هي 42، احتفظوا ب 4، 7 في 1 هي 4 هي 4 زائد 1 هي 11، إذا 112 ناقص 24 جد مربع 7 زائد 9. نحول 7 نجيب واحدة هذا، لأن يمكن نحسب واحدة 112 زائد 9 ناقص 24 جد مربع 7 تساوي 112 زائد 112 هي 121 ناقص 24 جد مربع 7. تبقى لنا العملية الأخيرة، هي جي تساوي 2 جد مربع 3 ناقص جد مربع 2 عامل لي 2 جد مربع 3 زائد جد مربع 2. وهذه النشر ديالها أولا، هي 2 جد مربع 3 بين قوسين أس 2 ناقص جد مربع 2 أس 2 تساوي، إذا هنا ما تساويش لأن عندنا أ ضارب بي، راه أ بي عودها أ لقدس أس إن، أس إن تساوي أ أس إن ضارب ب أس إن، بحال بحال. إذا غادتنا هي 2 أس 2 ضارب جد مربع 3 أس 2 ناقص جد مربع 2 أس 2 هي
اثنان، اثنان وستة اثنان هي أربعة، ضارب جزء من أربعة تلاتة وستة اثنان هي تلاتة، ناقص اثنان تساوي أربعة في تلاتة هي اتناشر، ناقص اثنان تساوي اتناشر ناقص اثنان هي 10. وبهذا نكون سالينا التصحيح ديال التمرين الأول. اللي عنده شي سؤال في كل ما يخص المتطابقات العامة خلينا في الكومنتير. السلام عليكم ورحمة الله.